يا صباح الورد، هنتكلم النهارده على الرشاش البي جي بي. الرشاش البي جي بي ده المفروض ان انا بشتري له تول زي دي كده اللي بعرف اتحكم بيها في كل حاجه. لو ما معيش التول دي يا ريت ما جيش جنب الرشاش. الرشاش دلوقتي النهارده ثمنه في حدود ال1000 جنيه، والمفكات العاديه حد بوظه. عندي حاجتين بظبطهم الاول في البي جي بي. اول حاجه عشان اعرف اظبط البي جي بي لازم ابقى عارف ان انا اتجاه الحركه بتاعتي اهو. لما بسمع صوت التكه دي واضحه كده هيبقى هو هيقلب الناحيه التانيه، تمام. ما بينفعش يرجع من مكانه، لازم يوصل لغايه الاخر ويرجع. الاتجاه اللي بيتغير فيه لما باجي احط التول بتاعتي هنا او الكي بحطه هنا كده، هو كده ركب في مكانه. لما بحركه في الاتجاه كاونتر كلوك وايز بيبقى عند النيجاتيف اهو، يبقى هو كده هيقلل القطر اللي بيغطي بيه، ولو عديته الناحيه الثانيه يبقى هيزود القطر اللي بدي بيه، تمام. طيب انا كده بظبط في اتجاه واحد. الاتجاه الثاني بفك الرشاش وحرك الزور بتاعه. الحاجه الثانيه المسمار اللي هنا من الجزء ده بركب هنا ده كده، وابدا احرك المسمار ده علشان اغير او اركب الفونيه اللي بتركب هنا او النوزل اللي بتركب هنا. كل نوزل على حسب الرقم بتاعها، على حسب القطر اللي المفروض او القطر اللي المفروض تغطي بيه، او المسافه، او خلينا نقول هنا في البي جي بي ده الرينج، المسافه اللي هتغطيها اللي هيغطيها الرشاش. المكان ده استخدامه ان انا احط ده هنا كده والفه ارفع يطلع الرشاش بالنسبه لي فوق. يبقى هو كده الرشاش بالنسبه لي هنا، تمام. دي الفونيه اللي بتتحط، واللي هنا ده الرقم بتاع الفونيه. مش عارف كده واضح ولا لا. الرقم بتاع الفونيه بيبقى هنا وده الرقم اللي انا المفروض بظبط بيه الرينج اللي انا عايزه، او الويت دايمتر اللي المفروض رينج اللي المفروض اشتغل عليه. شكرا.